شايفين الموميا اللي قدامنا دي، الموميا دي بتعتبر واحدة من أهم وأعظم المومياوات اللي وصلت لنا من حيث الدقة الكبيرة جدا في فن التحنيط بتاعها، لدرجة إن الموميا اللي قدامنا دي اتفوقت على بعض أشهر المومياوات الخاصة بملوك مصر القديمة. والموميا دي بيعود تاريخها لسنة 305 قبل الميلاد، واختلف علماء المصريات في إنهم يحددوا اسم صاحب الموميا دي بشكل قاطع. وده راجع بقى ان الموميا دي لما اكتشفوها، التابوت اللي تم اكتشاف الموميا فيه ما لقوش فيه اي كتابات خالص بتدل على اسم صاحب الموميا، وده خلى متحف اللوفر، وده المتحف اللي محفوظ فيه الموميا دلوقتي، بيطلق على الموميا دي عدة اسماء من عنده كده، زي اسم مثلا نينو او اسم باشيري او اسم باكيري. لو اول مره ديت تشوفني على اليوتيوب، فانا اسمي احمد زين، باحث في التاريخ والحضاره المصريه القديمه، فاي معلومه هتشوفها هنا اتاكد انها من مصدر موثوق ومدققين فيها قوي قبل ما نطلعها لك. فما تنساش الاشتراك بقى واللايك الجميل بتاعك. واي حد بيفهم في الاثار او دارس اثار هيعرف ان الموميا دي على طول مش مومية حد عادي، لكن مومية حد مميز، او احد النبلاء او الاثرياء او احد الشخصيات الهامه اللي كانت بتعيش في عصر البطالمه. واللي بيخلينا نقول كده هي الطريقة المثالية والرائعة في عملية تحنيط الموميا دي، وكمان المواد المستخدمة في عملية التحنيط، واللي كانت باهظة الثمن. وعلشان كده قلنا إن الموميا دي مومية أحد النبلاء أو أحد الأثرياء، وإنها مش مومية حد عادي. بس في حاجة غريبة بقى لقوها في الموميا دي، فبالرغم إن الموميا دي بيعود تاريخها للعصر البطلمي، لكن الطريقة اللي تم استخدامها في تحنيط الموميا دي، وجدوا إن الطريقة دي بتتماشى بطريقة غريبة مع التقاليد المصرية القديمة، وده لأن في فترة حكم البطالمة ساد اتجاه ديني وفني ومعماري كان بيحاكي الحضارة المصرية القديمة، وده كان علشان إن البطالمة بيشوفوا نفسهم إنهم امتداد للحضارة المصرية القديمة. وزي ما قلنا إن طريقة التحنيط للموميا دي كانت على درجة كبيرة جدا من الفن والروعة والدقة، لدرجة إنها اتفوقت على بعض المومياوات الشهيرة لملوك مصر القديمة، فتم تفريغ الموميا من الأعضاء الداخلية ليها زي الكبد والرئتين والأمعاء، بس القلب بيسيبوه زي ما هو داخل الجسد، وده على الطريقة المصرية القديمة، لأن المصريين القدماء زي ما احنا عارفين كانوا بيعتقدوا إن القلب ده هو مركز الروح. ثم بيقوم الكهنة أو المحنطين بدهن جسد الموميا بالزيوت العطرية والمواد الصمغية، وبيتركوا جسد الموميا لغاية ما يجف، ثم قاموا بتغطية جسد الموميا بالأشرطة الكتانية. ودي بقى أهم حاجة بتميز الموميا اللي قدامنا دي، طريقة لف الأشرطة الكتانية أو لفاف الكتان على الموميا دي بالذات، واللي تم لفها في الموميا دي بحيث إنها بتأخذ شكل مربعات متشابكة ومتداخلة بشكل هندسي فريد، وده على عكس اللي كان بيحصل مع المومياوات اللي كانت سابقة للموميا دي، واللي كان بيتم فيها لف الأشرطة الكتانية أو لفائف الكتان على الموميا بشكل دائري منتظم، ومش شكل المربعات المتداخلة زي اللي احنا شايفينها في صورة الموميا اللي قدامنا دي. ودي حكاية مومياء باكيري أو بشيري.